مبارك لك على الأداء، على الفوز النهارده، 3 نقط مهمين جدا على حساب نادي زد. مساء الخير أولا على كل جماهير نادي الزمالك كلهم، و الحمد لله طبعا كان ماتش صعب جدا، وفرقه زد فرقه محترمه. بس احنا خد بالك احنا كل ماتش بنبقى بنقابل نفس الصعوبات ونفس المشاكل اللي احنا بنقابلها ومتوقعينها، وكابتن حسام متوقعها ان كل ماتش بنلاعب الفرق كلها في ال 18 كل ماتش بيبقى عندنا صعوبه جدا، ان احنا يعني كابتن حسين بيبقى عامل عنده كل الحلول ومجهز كل الحلول. فالنهارده الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب، هو جه متاخر بس حضرتك شفت يعني وان سايد جيم طول الماتش، طول الماتش وان سايد جيم بيلعبوا على واحد او اثنين في المساحات الفاضيه، لان احنا شفنا عبد الرحمن نفادي بيلعب ورا الديفنس كتير جدا من طريقه لعب الفرقه الثانيه، كل الفرق اللي بتلعبنا بالشكل ده، الحرس كان نفس الطريقه، فيوتشر في ملعبها نفس الطريقه، سيراميكا كليوباترا نفس الطريقه. فاحنا هي ضريبه ان احنا نادي الزمالك، فطبعا الناس عارفه ان هي بتقابل فرقه نادي الزمالك 2003، دي اقوى فرقه موجوده تقريبا في مصر، فكل الناس جايه عامله لك حساب يعني حساب كبير جدا، فدي الضريبه ان احنا دايما بنعاني ان احنا نخترق وبنعاني ان احنا نشتغل. بس الحمد لله كابتن حسين شغال بشكل كويس، ومتوقعين الحاجات دي كلها الحمد لله. طبعا عبد الرحمن من بدايه الموسم وهو شغال على نفسه جامد جدا، طبعا توجيهات كابتن عبد الواحد السيد تعب معانا، وطبعا شغالين بتعليماته، لا الاولاد كلهم تعبوا، وعبد الرحمن تعب جدا، وسيمو والشناوي ومعاذ، لا الحمد لله. وفي النهايه احنا كسبنا في النهايه، يعني احنا النهارده لو الماتش طلع دروين او لا قدر الله خساره، فحتى لو عبد الرحمن كان عامل ماتش كويس في النهايه احنا خسرنا، فالنتيجه طبعا بتفرق معانا جدا ومع ادائه. بشكر عبد الرحمن، وبشكر كل الولاد الحراس اللي معايا على الاداء، وبشكر كابتن عبد الواحد السيد. وان شاء الله وعدكم ان اللي جاي احسن، والاداء كمان بتاع الحراس هيكون احسن باذن الله. الحمد لله في البدايه الحمد لله بشكر ربنا شكر كبير جدا على النهارده على المكسب والثلاثه بونت دول الاهم بالنسبه لنا النهارده. يمكن كان ماتش صعب جدا شويه، لان احنا يعني مرينا بمرحله في تعادلين قبل كده، وكان في فوز في اول الجدول، لكن الحمد لله وصلنا النهارده للنقطه السبعه، ده بيدينا يعني ارتياحيه شويه. احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا ضغط مباريات الفتره الجايه، عندنا يوم الاحد هنطلع بره نلعب طلائع الجيش، وبعد كده هنيجي هنا يكون عندنا ماتش الاربع، وبعد كده الداخليه، وبعد كده توقف المنتخب. فانا بشكر طبعا لاعبتنا، وبشكر الجهاز الفني، عندنا جهاز فني على اعلى مستوى بقياده الكابتن حسين ياسر المدير الفني، طبعا حاجه قيمه عاليه جدا. وطبعا بهدي الفوز ده لمجلس اداره النادي برئاسه المستشار مرتضى منصور وكل مجلس الاداره، ويا رب كده نكملها على خير، وان شاء الله باذن الله احنا عندنا هدف وتحدي ان احنا نكون اول الدوري ان شاء الله، وباذن الله ونكون ده الوضع الطبيعي لنادي الزمالك، وخاصه فرقه 2003 لانها بتضم يعني عناصر كبيره جدا ولاعيبه كبيره جدا، ومنهم لعيبه بتلعب في منتخبات مصر والدرجه الاولى. فان شاء الله باذن الله بطمن جماهير الزمالك ان شاء الله باذن الله ان احنا عندنا فريق واعد جدا جدا، ومفيش خوف على ناشئين نادي الزمالك. يعني الفتره الاخيره دي احنا شايفين المستوى، وشايفين 2003 على طموحات وامال كبيره جدا ان شاء الله باذن الله تكمل، وان شاء الله باذن الله نبارك لبعضنا على الفوز بالبطوله، مش بنتيجه ماتش، باللقب ان شاء الله باذن الله، هو ده هدفنا، هو ده طموحنا. والله الحمد لله احنا طبعا بنشتغل بمجهود كبير جدا، خلال الاسبوع بنحضر تحضير قوي جدا للمباراه، وطبعا بنحاول ان احنا نعمل ريكفري قبل الجيم للعيبه، بحيث ان اللعيبه كلها تنزل فايقه قبل الجيم، لان طبعا احنا بنلعب على عشب طبيعي السنه دي، فطبعا ده برده بيبقى الاداء مختلف عليه عن العشب الصناعي اللي كانوا بيلعبوا عليه السنه اللي فاتت، فطبعا ده بيتطلب مننا شغل اكتر وشغل بدني اكتر، وان احنا طبعا ازاي نقنن الشغل ده بحيث ان الاولاد لما تنزل ما يحصلش اصابات. يعني والله يوسف طبعا لعيب كويس جدا ولعيب كبير، والا ما كانش الزمالك خلص الصفقه بتاعته، وطبعا هو لعيب جاي من وادي دجله ولعيب منتخب مصر طبعا للفئه الشباب، فهو لعيب كواليتي عالي جدا طبعا، وعشان كده احنا اصرينا على ان هو يكون موجود معانا في الفرقه. الحمد لله النهارده شارك بصفه مش بطاله، كان كويس النهارده، لكن برضه لسه ما دخلش في الكيمستري بتاع الفرقه مع بقيه اللعيبه، لسه ما حفظوش بعض، والماتش اللي فات جاب جون وما اتحسبش، ان شاء الله الماتش الجاي ربنا يوفقه ويقدر ان هو يحرز اهداف ان شاء الله.